الآن ننتقل بكم مشاهدينا مع المباشر إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين تنظم المحافظة السامية للرقمنة ورشات وطنية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. التي يجب أن توضع في هذا المجال من شمول المالي وتعزيز وتعميم الدفع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني، وضع البنى التحتية اللازمة لتجسيد التوافق البيني بين أنظمة الإعلام أنظمة المعلومات القطاعية من أجل تجسيد تبادل المعلومات اللي هي الركيزة الأساسية لوضع خدمات رقمية مرقمنة كما نقولوا دو بو تومبو. كاين محاور أخرى تعنى بالمجتمع الرقمي، كيف نهيئ لوضع مجتمع رقمي يكون التكوين تاني إطار التكوين والتعليم في والتشغيل في مجال الرقمنة. هذه المحاور سوف تناقش على مدار 3 أيام ضمن 14 ورشة، وكل ورشة فيها أخصائيين ومختصين وفاعلين في ميدان الرقمنة. شفتوا المرحله لاماتيني الفتره الصباحيه، ثمنوا كثير الاخصائيين والحضور هذا اللقاء لانه الاول من نوعه. كاين اللي قالوا انه لقاء تاريخي، انه تجمع المحافظه الساميه للرقمنه قد استطاعت انها تجمع في مكان واحد وفي وقت واحد كل الفاعلين، اكثر من 360 مختص في الميدان راح يشارك معنا في ال3 أيام هذوما خلال الورشات. نتمنى ان شاء الله يكونوا المخرجات الورشات هذوما يكونوا فيها حلول ناجعه واقتراحات فعاله من اجل تجسيد التحول الرقمي في بلادنا. سيدة الوزيرة المؤسسات الناشئة أكيد في المحور المتعلق بالاقتصاد الرقمي، كاين ورشة تتعلق ب كيف ستساهم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الأخرى يعني المختصة تاني في ميدان الرقمنة في تدعيم الآليات والميكانيزمات التي يجب وضعها لبعث الاقتصاد الرقمي، من منصات دفع إلكتروني، من تصديق إلكتروني، من الحلول لازم بعثها في مجال التجارة الرقمية. دونك هذا كله تقدر تساهم فيها المؤسسات الناشئة. سيدة الوزيرة ربما فيه إجماع من الخبراء على ضرورة استحداث قانون للرقمنة، ربما متى سيصدر هذا القانون؟ ما هي القيمة المضافة التي من الممكن أنه راح يقدمها؟ قانون الرقمنة هو من الأساسيات، هو من الأساسيات تجسيد التحول الرقمي، لأنه هو الإطار التنظيمي يؤطر وينظم ويضبط مجال الرقمنة. دونك صح أنه في بلادنا كاين أطر قانونية، لكن نقدر نقول أنها مشتتة. احنا في الإطار في إطار وضع القانون العام للرقمنة راح نأطر كامل هاد القوانين الموجودة ونشوفوا شكون هما العراقيل. أكيد نزيدوا نشوفوا كاين أمور ليست مغطاة، ما عندهاش تغطية قانونية أو تنظيمية. احنا نكملوا ندخلوها كامل في هذا الإطار نحن في إطار تجسيد هذا على مستوى المحافظة السامية للرقمنة. في الأصل بديناها على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات في شهر جوان 2023، ولما استحدث السيد رئيس الجمهورية استحدث المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، احنا كملنا في هذه المشاريع الاستراتيجية، من بينها قانون وضع قانون الرقمنة. نقدر نقول ان رانا في 40-50%. دونك ممكن احنا الاجل اللي حطينا يعني اجل ان شاء الله يا ربي ما نتعداوش الفصل الاول ان شاء الله يعني راح يكون من 2024 يعني جاهز ان شاء بداية الله 24. اذا كان ان شاء الله يكون جاهز في 24. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحه.
إذن كما تابعتم كان هذا التصريح لوزير